كنقول للمرأة بأنك كتستاهلي دائما تكوني يعني الحب ديال أي واحد، ديال الابن، ديال الرجل، ديال حبابك، ديال الأهل، ديال كل شيء، لأن كلمة حب كلمة معبرة وكلمة عميقة وكلمة اللي كتحمل بزاف ديال المعاني. فالحب هي السعادة، هي الحياة. فكنقول للمرأة المغربية كتستاهلي كل خير، ودائما المرأة المغربية مرأة مجتهدة، مرأة اللي كتحمل، مرأة اللي كتصبر، مرأة اللي كتجتهد، مرأة اللي كتحطيها في المكانة ديالها وكتحمر لك الوجه فين ما حطيتيها، ما شاء الله عليها، دائما متألقة ومن لا شيء كتخلق لك أشياء، فهذا مهم جدا. فأنا كنقول لها تحياتي واحتراماتي لله. راجلي أنايا كنبغيه بزاف وعزيز عليا بزاف والحمد لله حنايا اللهم لك الحمد، حنا عايشين السعادة الحقيقية اللهم لك الحمد، بكل تواضع ومتفاهمين، وكيفهمني من الشوفة وكنفهمه من الشوفة، وهذا هو اللي مهم، وكيتحملني وكنتحمله بأخطائي وبأخطائه، وحنا غاديين وهذه هي الحياة. واش نقول لها؟ عيد حب سعيد، شكرا، لها التوفيق دائما ان شاء الله، والمزيد من التألق والنجاح، ولينا دير الحب ديالي والروح ديالك. لالي خطك حبيبي. انا كلمه واحده اللي غادي نقول للشعب المغربي كله، ابتسم. الابتسامه صدقه، والابتسامه راحه، والابتسامه حب حقيقي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.